إخواني متتبعي قناة مراد بتيل، مساء الخير. اليوم بغيت نتكلم لكم في واحد الموضوع هو حساس، ولكن اللي زاد الحساسية ديالو هو التصرف ديال هاد الناس اللي غنتكلم لكم عليهم. هو اليوم يعني واحد اليوم بالنسبة لي خاص، صحيح أنه هاد اليوم يعني تعودت عليه وسبق لي أنني عشته، ولكن اليوم حدث خاص، أعتبره حدث خاص. علاش؟ لسببين. السبب الأول وهو أنه كانت عندي اليوم الحراسة كأستاذ مؤسسة سجنية مخربكة. اللي بغيت نقول لكم لأنه مجموعة شباب يعني تورطوا بهذا المعنى، هذا يقدر يكون هناك مجرمين يعني كاليفية اتسيتيرا، ولكن هناك العدد الكبير من الشباب تورط. اللي بغيت نقول لكم وهو نصيحة نصيحة ثم نصيحة ثم نصيحة، أوصيكم بأولادكم خيرا، لان اغلب هاد الشباب هذا كيقول لك اودي خرجوا عليا الصحاب. ملي كنقولوا خرجوا عليا الصحاب راه ماشي خرجوا عليه، راه مده زمنيه ليست بالهينه من حياته، غتمشي في السجن، غتمشي في الحبس، يعني غتضيع منه واحد المده زمنيه من حياته ومده مهمه ديال الشباب. اذا هاد الناس هادو يعني نتمنوا لهم خير، نتمنوا لهم يعني الفرج، نتمنوا الهدايه، نتمنوا انهم ان شاء الله يحكموا عقلهم ملي خرجوا. هادشي كله كنتمناوه ليهم، ولكن اللي كيبقى فيك وهو انه اغلبهم شباب وكيقول لك اودي ورطوني اصحاب. اذا اياكم ثم اياكم والصحبه، صحبه اولادكم، ردوا البال لصحاب اولادكم وولدكم، حاولوا يعني تعطيوه المناعه ملي يخرج للزنقه يكون عنده واحد المناعه من تصرفات يعني مشينه اللي غادي تقدر تؤدي به إما إلى السجن وإما إلى التهلكة. ردوا البال لوليداتكم، وهاد الوليدات هادو والله العظيم راه حنا حرصناهم، ماشي أول مرة حرصناهم وحرصناهم، ولكن علاش كتقولوا لي اليوم غندوي عليهم؟ اليوم واحد الحالة خاصة وقعت لي معاهم. هاد الحالة الخاصة وهي أنهم كلهم عرفوني بلي أنني الأب ديال أيمن والزوج ديال لالا سمية اللي شاركوا في لالا العروسة، كلهم تقريبا عرفوني، واللي ما عرفنيش كيعيط عليا مسكين كيقول لي استاذ الله يخليك بغيت نسولك واش انت الاب ديال ايمن؟ ولم يكتفوا بذلك، بالعكس ملي كيجيو خارجين كيقول لك والله استاذ الا بقى فينا الحال، والله استاذ الا بغيناهم يربحوا، لدرجه انا اهون عليهم كنقول اودي راه معليش، الحمد لله دوزوا واحد المده زمنيه استفدوا فيها وتعرفوا على ناس وعاشوا تجربه يعني غنيه جدا، والزوجه ديالي راه فازت بالعمره والولد راه فاز بواحد القدر مالي اتسيتيرا. يا استاذ كيقولوا لي لا شغلك هذاك انت، هذاك الاحساس ديالك، حنا عرفتي راه قال لك راه ما تصورش ملي كنا كنتفرجوا وكنتفاعلوا وكنغوتوا وكنقولوا ايمن ايمن وبغينا خريبك استاذ، كيهضروا معايا بحال هكا والله يشهد. وباش اصدقكم القول، ها انتم هذا قران، واقسم بايات الرحمن، اقسم بالله العلي العظيم الى هادشي اللي كنعاود لكم والله العظيم الى وقع. وهذا هو اللي فرحني كثير، لانهم يعني فيهم الانسانيه، يعني بشر كمثل البشر، ما لا يجب ان ننظر اليهم على اساس انهم وحوش ولا كذا وكذا، وعرفتي واحد الحب يعني بدلوني، واحد الشعور والله العظيم الى الان بقى الحمد لله مبوش، اقسم بالله العلي العظيم راه ما تصوروش. قلت لكم هذا الاحساس هذا وما كياكدوا استاذ لا والله الا عرفتي، وايمن كاين اللي كيقول لي يا استاذ راه ايمن راه كنعرفو راه كان كيدوز من دربنا، كاين اللي كيقول لي يا استاذ راه كنتي ساكن حدا دربنا راه كذا، راه استاذ والله العلي العظيم الا شرفتونا الى كذا. فهذا احساس والله العلي العلي العظيم الى كيما كيقولوا النصارى il restera gravé dans ma mémoire gravé، عرفتي منقوش منقوش بماء الذهب، والله تا بماء الذهب. واش غنقول لكم؟ والله سيدي لا طيبين طيبين، عرفتي وكتقول غير كلمه طيبه الله يوفقكم اولدي الله يعفو عليكم ولا شي حاجه، ملي كيجيو خارجين شي كيبوس لك في راسك، شي كيحب عليك، شي استاذ والله الا كنحبوك استاذ بالله العلي العظيم. دابا راه جي لي لاغمو زيو، لان عرفتي واحد الشعور بالله العلي العظيم الى اليوم راني جيت متاثر جدا متاثر جدا حقيقة، تأثرت لأن سبق لي حرصتهم وحرصتهم، واليوم قلت لابد ندوي عليهم، وقال لك أستاذ الله يعطيك الستر إلا ما وصل هذه الرسالة لأيمن ووصلها للا سمية ووصلها للا شيماء، قول لهم والله تنحبكم، وقول لهم والله أسيدي إلا بغيناكم تربحوا. عرفتي كيضرب بواحد أنا جيتي سيربخي، لأن بون أنا
يعني كجزء من العائله، يعني بحال بديت كنسى. جو مو سوي دي بون سي ان ايفينمون اللي خدا وقته هذا، مي هما كيهضروا بحال ان ليفينمون باقي. لا استاذ، الله يعطيك السر، وقول لهم واكد عليهم وقول لهم بلي كنحبوكم وقول لهم بلي انكم بغيناكم تربحوا. وحملوني هذه الرساله، ويعني بالقسم استاذ هالعار الى ما سير وقول لهم هذه الهضره هذه، قول لهم بلي كنحبوكم ووصل لهم هذه الرساله وقول لهم بلي بغيناكم تربحوا. والله الا قلت لك انا كنهون عليهم كنقول